السلام عليكم ورحمة الله، معكم علي محمد محمود وعمري 16 سنة. معكم محمد جابر وعمري 17 سنة. معكم عيسى عارف وعمري 16 سنة. نحن فريق الجيل الذهبي الكويتي من مركز الكويت التعاوني للمعسكرات والبرامج الطلابية. مشروعنا عبارة عن التحكم في المنزل الذكي عن طريق اللغة العربية. قمنا بتصميم محاكي للمنزل الذكي يحتوي على إضاءة وباب ومروحة وموقف. يهدف المشروع لتوظيف اللغة العربية في خدمة الإنسان في المجتمع وفي حياتنا اليومية. قمنا باستخدام برنامج بيكتو بلوكس، والمشروع يحتوي على جزئين. الجزء الأول هو تعليم الأصوات في النظام، والجزء الثاني هو استخدام الأصوات لتشغيل المنزل الذكي. وقمنا بإضافة 8 أصوات، وهي أصعد وأنزل لباب الموقف، أضأ وأطفئ للضوء، أفتح وأغلق للباب، وأشغل وقف للمروحة، بالإضافة إلى لا شيء في حال عدم وجود صوت. وبعد التحليل تبين لنا النتائج التالية: اصعد، اضئ، اطفئ، اغلق، انزل، شغل، افتح، وقف، ولا شيء. بعد النتائج الجيدة قمنا بتطبيقها على المنزل الذكي. والآن نترككم مع التجربة. اغلق، اطفئ، شغل، اصعد، انزل، شغل، وقف. في الأخير استطعنا من خلال هذه التجربة اكتشاف وظائف اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن يتم تعميم هذه التجربة على الخبراء ليتم تطويرها.